والله الكارتين دول بيردوا على بعض. اخيرا في تطور في الحاله الماديه عند الحوت الشهر ده. ميرسي يا لي. عجله الحظ ويل اوف فورتشن، اللي متعطل واللي واقف واللي مش عايز يتحرك ماشي، الدنيا واقفه واقفه واقفه. باذن الله باذن الله يا رب، ادعوا معايا كده باذن الله هتمشي العجله هتدور، وهتلاقوا ان في تغيير في جوانب كتير من الحياه في كل الاتجاهات، تيسير ان شاء الله، تيسير في امورك يا حوت باذن الله. كوين اوف كابس، الحوت بقى هنا مش رومانسي زي المجموعه الاولى والثانيه. الحوت هنا قاعد بيفكر بعقله وقاعد بيقيم علاقه، وانا حاسه ان هو مترقب ومتربص للشريك بتاعه، حذر جدا جدا، وصل الموضوع لحد التربص. معلش. Page of Pentacles، تطور مادي بطيء في المرحله الاولى، يعني في اول الشهر يعني بطيء شويه، فخلي بالك من الصرف بتاعك، ركز في الحاجات الماديه، ايه اللي انت محتاجه وايه اللي ممكن تستغنى عنه. الحوت اما بيمر في اما علاقه ثلاثيه او احتفاء، وكل ما هيطلع الكارت ده، معلش مضطره ان انا اقول الكلمه دي يا جماعه، اللي مش شاكه ان في علاقه ان شريكها في علاقه تانية او في خيانه مع حد تاني، ارجوكي ما تسمعيش القرايه دي خالص، اديني بقول والموضوع متسجل عشان نرجع للفيديو تاني. اللي ما عندهاش شكوك او ما مسكتش حاجه او ما عندهاش اي سبب انها تشك في شريكها، ارجوكي تجاهلي الكارت ده خالص. اللي عندها شكوك او اللي مسكت حاجه بالفعل في علاقه ثلاثيه، وفي صبر وانتظار. الحوت قاعد صابر ومستني يشوف ايه اللي هيحصل مع حالة دوران العجلة دي. The Wheel of Fortune، في خير جاي لك كتير يا حوت، انت كنت مستنيه، متأخر عليك، حاجة انت اشتغلت عليها من فترة بس ما كانش لسه وصل لك المردود بتاعها، هيبتدي يوصل لك دلوقتي، او خير عملته في حد زي ما قلت لك ان شاء الله بيترد لك. شايفة عمل جديد للحوت، الناس اللي ما بتشتغلش في عمل جديد، الناس اللي بتشتغل اما هتروح دورة تدريبية تتعلم حاجة جديدة، او هيغيروا جوه شغلهم، هيروحوا مثلا مكان تاني في نفس الشغل، او بس في تغيير في حالة العمل عند الحوت ده في الثلاث مجموعات. هنا بقى في تطور مادي ان شاء الله للبرج الحوت، في حالة مادية بتتطور باذن الله، وحاجة ما شاء الله حلوة جدا جدا. انا يعني في ده، دي الغموض، ذا هاي بريستس، دي الغموض، في حاجه غامضه كانت عن غامضه عن الحوت هتتكشف له، هيبتدي يعرف حاجه كانت مستخبيه ومستتره هتبان، يعني سر بيتعرف للحوت. هنا في قياده شويه برضو للحوت في مجال العمل. ايه نهايه العلاقه الثلاثيه دي؟ ده سؤال كويس. طيب هنشوف. عنده قيادة في العمل، ماشي بمبدأ يعني القوة مع اللين في نفس الوقت، وفي شخص قدامك يا حوت بيحميك، واقف يعني واقف لك حارس. القطة دي بس أنا دايما بشوف إن القطة دي أم، يعني أمهاتكم واقفة لكم حارس إنه ما فيش حاجة تأذيكم أو حاجة تضركم. هلخص القراءة بسرعة، في تطور، في عجلة حظ بتدور بإذن الله ما شاء الله، يعني حاجة حلوة جدا، في خير جاي لك يا حوت، حاجة أنت كنت مستنيها بقالك فترة إن شاء الله هتجيلك دلوقتي. في تغير في العمل، العمل بيتغير، إما اللي ما بيشتغلش إن شاء الله هيشتغل، أو بتاخد دورة تدريبية في حاجة معينة، أو بتغير ديبارتمنت، وفي تطور في الحالة المادية وحالة أمان الحمد لله. العمل عندك ماسك قيادة، في قيادة عندك في الموضوع، ماشي بسياسة القوة والسيطرة مع اللين والاحترام والعطف، يعني الاثنين مع بعض عامل ميكس حلو جدا جدا، وقدامك حد بيحميك. في سر هينكشف للحوت، The High Priestess. الحوت قاعد بيقيم العلاقة بعقله تماما، مركز وعمال عايز يشوف ما وراء الشخص اللي قدامه، مش شايفه كده وخلاص، لا عمال يحلله، يعني داخل جوه كده بيحلله.
زي ما قلنا في اول الشهر التطور المادي كان بطيء شويه، ان شاء الله يعني باذن الله يتغير الموضوع ده، فنحاول ايه التطور المادي هو الحمد لله احمدك يا رب، فنحاول ان احنا ايه نظبط مصروفنا شويه. زي ما قلنا علاقه ثلاثيه او احتفال، الحوت بيمر بعلاقه ثلاثيه او بيحتفل بشيء، وشايفه هنا صبر وتضحيه وانتظار. قرايه هي مقارنه باللي فات يعني مش قد كده، بس هي قرايه برضو حلوه جدا جدا جدا. وبجد صنعتي بهجه وامل كتير جوايا، طاقه ايجابيه الحمد لله يا باسم، بشكرك جدا جدا. اوكي كده احنا فاضل لنا، اقسم بالله صح، اشكرك يا عبد الحي، ميرسي ميرسي. هنشوف بقى ايه الحاله العاطفيه بتاعت المرحله الثالثه، اخبارها ايه، ونبقى كده خلصنا برج الحوت الحمد لله. ولا حد هيعرف سر عن الحب. انا شايفه ان الحوت اللي هيعرف سر، يعني انا مايله لده اكتر جدا في حياتنا، بقيتي جزء من حياتنا وجد. الله يا مريم يا حبيبتي، وانتوا على فكره كمان مش انا بس، يعني انتوا كمان جزء كبير من حياتي خلاص دلوقتي، انتوا ما ينفعش خلاص، حياتي مش هتكمل من غير لايف بعد كده. ما شاء الله عليكي، ينفع كلامك صحيح، بشكرك يا توكو قوي قوي، ربنا ان شاء الله يعني ما يحرمناش من بعض ابدا ابدا ابدا، وحركه فيسبوك دي ما تتكررش تاني. لا موزارت ده كده هنتخض. اوكي الف قبلة مني، بشكرك يا رضا جدا. ليه يا فاطمة؟ مرة بحضر ليكي مايا، منوراني يا حبيبة قلبي، نورتي اللايف، نورتي اللايف، يا رب يكون عجبك. الناس الجداد يا جماعة بليز اللي عجبهم اللايف دوسوا فولو للصفحة، لايك وفولو عشان تشوفوا التصويتات، احنا بنصوت لكل برج، وتشوفوا اللايفز اللي جاية ما تفوتوش، ونورتوا الصفحة ونورتوا اللايف. طيب يلا نشوف الحالة العاطفية للمجموعة الثالثة والأخيرة لبرج الحوت. الحوت عايز ايه؟ الحوت عايز الصورة دي للعيلة، صورة سعيدة، أب وأم مترابطين وحابين بعض وبيراعوا بعض وأطفال بتلعب وحاجة، يعني عايز الصورة دي، المدينة الفاضلة اللي هو عايش فيها دي، وبيعمل على الموضوع ده، بيعمل ان هو الصورة دي تبقى تتحقق بالفعل. عايز برضو قوة اكتر، عايز يكون اكتر صلابة، عايز يكون اكتر صلابة واكتر قوة. الحوت برضو يا جماعة يعني حنين قوي، يعني عنده لين جدا، فعايز يكون اقوى شوية، يكون جامد. يعني انا مثلا ببقى ضعيفة قدام ولادي، ساعات بضعف قدامهم، بيبقى عايز اقول اجمدي شوية، انشفي شوية، هو ده بالظبط اللي انا عايزه اوصل له. الحوت شايف شريكه ازاي؟ شايفه بيتطور ماديا، شايفه بيتطور، وشايفه لامن العيله حواليه، اهو تطور مادي ولامن عيلته حواليه، برضو نفس الموضوع، ماشيين في نفس السكه مع بعض. الطاقه فيها تهنئه، الناس عماله تهنيكوا، اما على نجاح، على علاقة ناجحة، أو على شغل ناجح، في حالة تهنئة والناس بتهنيكوا. الشريك عايز إيه؟ الشريك نفسه، لا الشريك تعب، واضح إنه في تعب جديد شديد عند الشريك، تعبان. هنا محتاج روحانيات أكتر، حياته بقت مليانة حاجات مادية كونكريت كده، يعني حاجة صلبة، عايز حاجة أكثر هدوء وأكثر يعني أكثر روحانية. ونفسه يرتاح، عايز ينام، محتاج ينام، محتاج يرتاح، ممكن يكون تعبان جسديا. شايفك ازاي؟ شايفك ناجح، شايفك ناجح، وشايفك ناجح في كل حاجة، اكتمال دائرة، مكمل، عامل كل حاجة بسم الله ما شاء الله، بيرفكت بيرفكت. لا حاجة حلوة قوي قوي قوي. الطاقة دلوقتي حب غير مشروط،
في مولود للي عايزين مواليد، وربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم. في حالة لا حب غير مشروط، حاجة ما شاء الله حلوة جدا جدا. هنا في حالة من السبونتينيوس كده، عفوية، ما بنفكرش قبل ما نتكلم، نتكلموا براحتكم، مغامرة وشكل فيه سفر كمان. مش شرط تكون سفرية سفرية شغل أو حاجة، لا ممكن يكون في سفر لمجرد السفر. واحنا داخلين على أجازات دلوقتي، أجازات نص السنة، فعلا في مناسبة بيرفكت، يلا بقى خدوا بريك ونطلع بقى نسافر في مكان. دي قراية حلوة قوي 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 للحوت، بسم الله ما شاء الله. القراية دي يعني مش عارفة، حاسة انها لايقة على المجموعة التانية أكتر، سبحان الله. يا جماعة بصوا اسمعوا فعلا، ما حدش يسمع المجموعات، احنا بنقسم المجموعات علشان ناخد اكتر كم من المواقف، انما مش شرط كلهم حوت، كل المجموعات حوت. انت هتسمع وهتشوف اكتر مجموعة ماشية معاك ايه، ما تمشيش على حسب مجموعة تاريخ ميلادك خالص. الحوت عايز صورة العيلة السعيدة البيرفكت، الاولاد اصحاء بيجروا بيلعبوا، اب وام مترابطين وحابين بعض، عايز يكون اكثر قوه واكثر صلابه، شايف شريكه بيتطور ماديا، الشريك محتاج اكثر هدوء وحياه، اقل صخب واقل واكثر هدوء، محتاج يرتاح شويه لان جسمانيا تعبان. الشريك شايفك يا حوت ناجح وبتقوم بدور كويس جدا ومكمل مهمتك على اكمل وجه، الطاقه ما بينكم فيها علو شأن وفيها مباركات، ناس بتبارك لكم. في هنا دي امبرس، الحاله برضو الجنسيه عندكم كويسه جدا، نشطه جدا، وحب غير مشروط، وممكن يكون في كمان حمل، دي بتاعه الخصوبه، دي امبرس كارت جميل جدا. في حاله من زي ما قلنا التلقائيه والعفويه في التعامل بينك وبين شريكك يا حوت، وان شاء الله كمان باين انه في سفر او تغيير مكان، حتى ممكن يكون هتغيروا بيت. ما شاء الله قراية جميلة جميلة للحوت، الحمد لله ختموها مسك ديسمبر، الحمد لله، وإن شاء الله يا رب تظبط القرايات. علي اتفضل، أهلا بيك، اتفضل، إيه سؤالك؟ طيب احنا دلوقتي هنقول القراءة الخاصة اللي كسبت معانا النهاردة. اوكي تمام، هي كمان بعتت لي، خلاص تمام، يلا حبيبتي تعالي. ره ميم، تاريخ الميلاد 1/8، ده انت اسد. فين بقيت السؤال؟ انت عايزه علاقه عاطفيه، تمام ماشي، حلو قوي. اوكي دي بس دقيقة فنط. شيرين انا بقرا كل يوم، يوم لا، بعمل لايف ستريم، وكل لايف بقول فيه برج واحد بس، والاختيار بيتم عن طريق التصويت، فاحنا النهارده معانا برج الحوت لانه كسب في التصويت، ان شاء الله هنقول اسد قريب جدا جدا جدا. اوكي طيب هو معلش يا ولاء، ممكن بس تسأليها او انا هسألها؟ قولي لي حبيبتي، ردي عليا بقى في الرسائل، انت معانا على اللايف، هو في مشاكل دلوقتي بينك وبينه؟ الدنيا مش تمام يعني؟ هبتدي القراية. انت عايزة ايه؟ انت عايزة ببرز جديد، عايزة الحالة المادية يكون فيها تطور اكتر من كده، زي ما قلنا الكارت ده، اما انت عايزه تعملي حاجه معينه والفلوس معاكي مش مكفيه، او معاكي فلوس ومش عارفه تعملي بيها ايه، تصرفيها ولا تستني شويه.
بس واضح ان الحالة المالية عندك عاملة لك شوية ايه زعزعة كده. شايفة شريكك ازاي؟ شايفة شخص طموح، شايف شخص ذكي، بيعرف يتصرف، وممكن يكون قد المسؤولية كمان، شخص قد المسؤولية. الطاقة ما بينكم موقف صعب أو زواج، either or، وانتي أدرى. موقف صعب أو زواج، يعني يا ده يا ده. الشريك عايز ايه؟ الشريك عايز يكون أكثر قوة. ايوه،